إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، اليوم حطيت الرحال بمدينة بلقصيري عند أحد الأصدقاء ديالي. كيف ما كتشوفوا عنده موسكا إيطالي. هذه اللي كنت دويت لكم أنني راه خدمت على سيناميد هيدروجين في 22/1/2023. هذه هي الريزلتا. حاليا حنا في الاول ديال شهر 4، حنا وصلنا لهاد النتيجه. الاخوان، بغيت الاخوان تعطيوني ارائكم والتقييم ديالكم في هاد هاد الريزلت اللي وصلناها، وشكرا لكم.